مبروك 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 عليكم يا شعب مصر، مبروك مبروك يا أهل الهرم ومدينة نصر، يا اسم غني يا سعودية أسعارنا كلها حنية، زورونا بس يا فندية وحترجعوا أحلى هدية من السعودية، السعودية السعودية السعودية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين في كل الدنيا، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات الشركة السعودية، حلقة كل سنة وانتم طيبين. حلقتنا قوية جدا وجايبين عرض هيكسر الدنيا. قبل ما نبدأ الحلقة ومحدش يروح في أي حتة، هرحب بأستاذ خميس الباشا مدير عام الشركة السعودية. أهلا بيك. أهلا بيك يا أستاذ محمد، وأهلا بكل أعزائنا المشاهدين. عرضنا النهاردة لكل عملاء الشركة السعودية هو عرض اللحاف الفايبر. عرض اللحاف الفايبر بتتميز بيه الشركة السعودية، لأن احنا عندنا اللحاف الفايبر اللي احنا بنقدمه بيختلف عن لحاف أي حد. اللحافنا فيه مواصفات، فيه مميزات. علشان كده حضراتكم انا هقول دلوقتي ازاي اقدر افرق بين اللحاف الفايبر الكويس واللحاف الفايبر اللي مش كويس. عايز تقول مكونات ولا عرض ولا سعر؟ انا عايز اخلفك النهارده في الحلقه، عايز اقول السعر ده بكام عشان نخلص وكل الناس تتصل. اعزائي المشاهدين، لاول مره في مصر عاملين مفاجاه هتكسر الدنيا. اللحاف هتشتريه او هتشتري اتنين ولا هتشتري ثلاثة؟ مفاجأة من مفاجآت الشركة السعودية. ادفع 300 جنيه وخد أربع لحفة، صح؟ مظبوط كده. عايز أقول لكل اللي بيتفرج على الحلقة بتاعتنا ويقول يعني اللحاف ب 100 جنيه ولو خدت ثلاثة ب 300 جنيه أخد الربع هدية، يعني اللحاف ب 75 جنيه، إزاي أنا أرد وأقول لأنه من مصانعنا؟ واللي مش مصدق هصحب حضراتكم في رحلة دلوقتي لمصانع الشركة السعودية علشان نتعرف على مراحل تصنيع اللحاف بالكامل. الجودة أحد أهم السمات المميزة لمنتجنا اللي بيوصلك من المصنع مباشرة. أول مرحلة قص القماش وتجميعه، وبعد كده يدخل على السنجر ويتم تصنيع الكفر الخارجي للحاف، وبعدين يتم تجهيز خام الفايبر عن طريق خلط النسب المختلفة، وبعدين يخرج راء واحد، وبعدين يتم تجميعه راءات فوق بعضها، وبعد كده يترك في درجة حرارة عالية علشان يكون رول واحد متماسك بالشكل ده. والمرحلة دي يتم تقطيع الفايبر على نفس مقاس اللحاف رول قطعة واحدة، ويتم تعبئته داخل اللحاف، وبعد كده يتم تجهيزه للدخول على ماكينة الكمبيوتر وشده على الإطارات طبقا للمواصفات والمقاسات المطلوبة، وبكده يتماسك جميع الرول داخل اللحاف. وبعد كده التشطيب ومراقبة الجودة لفحص اللحاف قبل التغليف، وهنا بيتم التعبئة والتغليف لتجهيزه للخروج. أخيرا بنشكر فريق العمل الكبير اللي ورا هذا الإنتاج العظيم، والكل مصري بيحب بلده. احنا بدأنا وبنهدف الى التصدير الى العالم كله. قولوا معانا بفخر: صنع في مصر بأيد مصرية، وتحيا مصر بأيد مصرية. اعزائي المشاهدين، اهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم بعد ما رجعنا من مصنع السعوديه الجبار وشفنا اللحاف الفايبر وهو اللي بيبقى ماده خام لحد ما بنشوفه مفروش قدامنا على السرير. ايه موضوع اللحاف؟ موضوع اللحاف اللي احنا بنقدمه زي ما احنا شفنا يا جماعه في المصنع، حاجه جميله قوي ان انت تشوف ان اللحاف بتاعنا فايبر رول حراري. طيب الرول ده يعني ايه؟ يعني يا استاذ محمد لما بندخل الرول جوه اللحاف بتاعنا بيحصل ان هو بيبقى اللحاف كله قطعه واحده. ده ينفعنا في ايه؟ ينفعنا في عمليه الغسيل. لو حضرتك بتتفرج علينا دلوقتي وعايزه تغسلي اللحاف بتاعنا، انا اقول لك اغسلي بمنتهى السهوله، اغسلي بمنتهى اليسر، مفيش اي مشكله ان عملائنا يغسلوا اللحاف لان هو رول قطعه واحده. عشان نبين للناس ان الالوان ثابته انها زاهيه، خدنا اللحاف بتاعنا وغطسناه جوه حمام سباحه. علشان الحمام السباحه بيبقى فيه نسبه كلور يا جماعه، فده بيوضح. ادينا شايفين المنظر دلوقتي قدامنا، اللحاف ما حصلوش حاجه. اغسلوا الحفنه، افرشوا الحفنه، اتمتعوا بالحفنه، هادوا بالحفنه، اشتروا الحفنه من الشركه السعوديه. انا عايز اتكلم، انا سايبك بتحكي تفاصيل الموضوع. كلمونا حالا على 33 85 85 85. بعد ما شفنا اللحاف الفايبر وشفنا شكله على السراير ورحنا شفنا المصنع وعرفنا سعره المميز بتاع غريبه، هو مش عايز يقول لنا فين احنا، فين احنا، عمالين نروح لمكان 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 لمكان، مش عايز تقول احنا فين. انا اقول لك كل عملائنا اللي ساكنين في منطقه الهرم هم عارفين احنا فين، وغير الهرم تقريبا. لا الهرم هم عارفين اكتر احنا فين. قبل ما نطلع لمكان تاني، ثلاث لحفه وعليهم لحاف رابع ب 300 جنيه. قبل ما نطلع يا جماعه نروح مكان تاني، عايز اقول لحضراتكم على حاجه. واحنا مش منفردين في اللحاف بس، ده بطانيه وموبايل عشان احنا نعتبر. عايز تمشي؟ يلا بينا. هتروح مكان تاني؟ يلا بينا. يلا مش تاخد دي؟ انا اخد دي معايا. خد دي، كل واحد ياخد مخدته. يلا بينا. اه تمام. لا كويس، والعروض كويسه يعني، الاسعار بتاعتكم كويسه، وتلاقي الالوانات بتاعتها يعني فريش كده بمعنى اصح. مية مية والله، مية مية. لا ده عال قوي. طالب يا حاج لحاف بطانية مية مية بقى. والله اخر حلاوة نسيج، مية مية وشغل نظيف والله. لا جميلة الخامة فعلا. عجبتك؟ اه. طب الاتمان؟
والله الواحد لما قعد طبه مره طول عمره 100 سنه يا عم عسل الله. أعزائي المشاهدين، نقلنا المكان جوه المكان بس دور مختلف وعرض مختلف، هو نفس عرضنا تقريبا بس المكان مختلف والدور مختلف بس مكان جوه المكان، وادوني مخده جديده غير المخده اللي كانت معايا تحت. مش عايز تقول لي دي ايه ولا حوالينا ايه والحاجات احنا فين؟ طيب احنا موجودين في معرض الشركه السعوديه اللي احنا لاول مره بننفرد لكل عملاء الشركه السعوديه. يا جماعه انا دايما بقول في حلقاتي يا استاذ محمد ان الصفقه ما بتتمش غير عند العميل، يعني اللي بيشوف المنتج بتاعنا في التلفزيون هو المنتج اللي بيوصله لغايه البيت. احنا لقينا ان عملاء كتيره جدا بيقولوا طيب احنا دلوقتي نقدر نتصل على 33 5، رقم تليفوننا المعروف، تمام، 85 85 85. ده طريقه. الطريقه الثانيه والاول مره الشركه السعوديه بتنفرد بيها انك تقدر تجي لنا على معرضنا ال 32 شارع الهرم. اللي يحب يجي يتفرج على منتجه قبل ما يشتريه يقدر بمنتهى السهوله يجي. يعني احنا هنغير كلام. يعني احنا الاول كنا بنقول مستنيين تليفوناتكم، النهارده هنقول مستنيين تليفوناتكم، مستنيين زياراتكم على الموقع، مستنيين زياراتكم لينا. يا جماعه بتشوفوا حاجات بينبهر في انبهار، يعني تحس انك مبسوط منبهر. صحيح 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 يا جماعه. المفرش اللي انتم شايفينه قدامكم الابيض ده كله بكافه محتوياته سعره 690 جنيه فقط. عايز اقول اذا انت من العملاء اللي بتجهزي عندك اللي حواليك ده الاول قبل ما تقول العرض ايه ده. دي مفارش سفره. سفره عامله زي الفساتين بتاعه الخروج. ما احنا عندنا حاجات سوري وحاجات هندي وحاجات على حسب. التركي طبعا ليه عندنا مكان كبير قوي هنا. طب سؤال بس بعيد عن حلقتنا، ايه اكتر يعني ايه اللي متخصصه فيه قوي، يعني الحاجه اللي تبقى قويه دي نصيحه للناس. الجبلان، الجبلان اللي في الستاير ده موجود منه. الستاير دي عندك برضو متاح منتج. يعني اسال سؤال، يعني كل حاجه في المعرض ممكن اشتريها؟ ايوه طبعا. السرير ده منتج منتجات، بس الجبلان اللي في الستاره ده ممكن تلاقيه في الخدادية، ممكن تلاقيه في مفرش ترابيزه، ممكن تخلينا في الحف بتاعنا. اتفضل جبلان. انا مره اسمع الجبلان ده. لا ازاي ده مشهور جدا. اللي هو الحاجات اللي بتبقى زي ده جبلان برضو. طبعا اتفضل. لا ده قطيفه مشغول بخارج دي جبلان. ده جبلان اللي هو هو ده خارج النجف. ده خارج النجف اللي. والله انا هو خلينا في الحف بتاعنا. طيب اصل كل شويه اسمع اربعه الحف يا جماعه، اربعه الحف من الشركه السعوديه لاول مره حضرتك بتاخدهم النهارده. الحف بتاعنا الوانه كتير قوي، هيجي لحضراتكم مع المندوب الوان، وعلى راي محمد موسى يا بخت اي حد يجي له لون غلط. كل اللي كان بيتفرج على الحلقه يقول اكيد، يعني مش عايز اقول بيقول اكيد ايه، بس بيقول اكيد الكلام ده مش مظبوط. انا بقول لك اتفضل زورنا في معرضنا اهلا بيك، اتفضل احنا نجي لك اهلا اهلا بيك، اتفضل اتفرج على منتجك الاول اهلا وسهلا. كل الخيارات متاحه. عرض الحاف الشركه السعوديه فقط من الشركه السعوديه. واي حد يقول لك اي كلام تاني قول له ده كلام. عندك مكان اجي لك فيه هيقول لك ما عنديش، عندك مصنع عشان تقدر تديني سعر هيقول لك ما عنديش، عشان تقدر تعمل خدمه ما بعد بيع هيقول لك ما عنديش. اتصلوا حالا دلوقتي بالشركه السعوديه على 33 85 85 85، واحنا نجي لك لغايه البيت ايا كان مكانك في اي محافظه في اي مكان. الشركه السعوديه بتقدم عرض مميز جدا، اربعه الحاف ب 300 جنيه. لكل اللي قاعد، لكل اللي ماشي، لكل اللي بيحول التلفزيون ولقانا بالصدفه وعايز يحول اقول له اوعى تحول، عرضنا النهارده قوي جدا، ثلاث لحفه ومعامل الحاف الرابع ب 300 جنيه. ده خارج النجف. اسمه خارج النجف؟ هو ده خارج النجف؟ لا يا ابني، الخارج النجف الصغير ده خارج النجف اللي جوه القطيع. ما عندكش حاجه دخل النجف انت؟ لا النجف. طيب يلا يا جماعه تعالوا زورونا حالا عشان نتفرج على خارج النجف وداخل النجف واللحفه والبتاع. عندنا والله يا جماعه حاجات هتكسر الدنيا. تقول حاجه خلاص بقى عشان بقالنا ساعتين. محمد واشكر كل عملاء الشركة السعودية على ثقتكم الغالية في منتجاتنا، مع وعد بمزيد من المنتجات الجيدة والأسعار الجيدة. شكرا لحضراتكم. كان معكم محمد موسى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مهرجان التخفيضات، كبرى المفاجآت لكل المناسبات، هدايا العرايس والبنات، أسعار ولا في الأحلام للعروسة والمدام. لأول مرة خصم حقيقي للتصفية، لحاف هدية سعر اللحاف 75 جنيه فقط، والآن ولفترة محدودة احصلوا على الحاف هدية مجانية فقط من الشركة السعودية. عند حصولك على 3 الحاف بسعر 300 جنيه احصل على الرابع هدية. ينهار أبيض ينهار ألوان، 75 جنيه سعر ولا في الأحلام. السعر داخل العرض 75 جنيه، 3 والرابع هدية فقط من الشركة السعودية. سعر اللحاف 75 جنيه فقط. اتفرج في البيت الجودة والألوان من اللحاف الفايبر المليان. للحصول على 4 لحاف فايبر فقط 300 جنيه فقط من السعودية. مبروك عليكم يا شعب مصر، مبروك يا أهل الهرم ومدينة نصر، يا اسم غالي يا سعودية، أسعارنا كلها حنية، زورونا بس يا فندية، وحترجعوا أحلى هدية من السعودية، 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 السعودية.